الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز التصدق عن شخص حي كصديق أو أحد الوالدين من باب المحبة؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، وبناء على هذه القاعدة فإن الباب في الصدقة أوسع منه في الزكاة. فلو أن على الإنسان زكاة وأراد غيره أن يخرجها عنه فإنه لا يجوز أن يخرجها عنه إلا بعد استئذان صاحبها الأصلي لاشتراط النية فيها، ولكن الزكاة واجبة وبابها ضيق. وأما باب الصدقات فإنها نوافل، وجنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، فيجوز لك أيها السائل أن تتصدق عن غيرك ولو لم تخبره بذلك، لأنه لا يشترط في هذه الحالة نيته. فلك أن تشرك في صدقتك من شئت من إخوانك المسلمين أمواتا أو أحياء، والأجر لا ينقص مهما أشركت غيرك في هذه الصدقة، بل يعطى كل واحد منكم أجره كاملا موفرا ولله الحمد. فالزكاة لأنها من الواجبات لا يجوز أن يخرج أحد زكاة أحد إلا بإذنه. وأما الصدقة فلأنها من باب النوافل فيوسع فيها ما لا يوسع في باب الزكاة، فيجوز للإنسان أن يتصدق عن غيره ولو لم يخبره ولو لم ينوي المتصدق عنه، فأجره يثبت ولله الحمد والمنة، لأن باب النوافل أوسع من باب الفرائض والله أعلم.